بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة مادة الرياضيات الهندسية، أهلا بيكم في المحاضرة. إن شاء الله هنتكلم فيها عن التطبيق الخامس من الخمس تطبيقات بتوع الـ Second Order Ordinary Differential Equation. التطبيق بتاع النهاردة إن شاء الله هنقول عليه اللي هو الـ Application on Electrical Circuit. الابلكيشن اون الكتريك سيركت او اون الكتريكال سيركت. الابلكيشن ده يا شباب زي ما قلنا، لو انا عندي دايره كهربيه بتتكون من مصدر للتيار المتردد، وبعدين الدايره دي فيها مفتاح او سويتش، والمفتاح ده متصل بعد منه على التوالي مجموعه من المكونات الكهربيه اللي هم اهمهم الملف والمقاومة والمكثف. يبقى لو قلت ان انا عندي كده في الدايرة بتاعتي في ملف، وورا الملف ده في مقاومة، وورا المقاومة كمان في مكثف، وبعدين برجع اقفل الدايرة الكهربية بتاعتي مرة تانية. فالملف كنا بنرمز ليه بالرمز L، والمقاومة كنا بنرمز ليها بالرمز R، والمكثف بنرمز ليه بالرمز C، والمفتاح بنرمز ليه بالرمز K، وهنا بيبقى مصدر للجهد المتردد بنسميه V of T. عشان احل هذه الدائرة الكهربية كنا بنطبق قانون سميناه قانون كيرتشوف. قانون كيرتشوف بيقول ان المجموع الجبري لفروق الجهد على اي مسار مغلق، المجموع الجبري لفروق الجهد على اي مسار مغلق لازم يساوي ايه؟ لازم يساوي صفر. وده لما كنا بنطبقه شباب كنا بيطلع منه ان فرق الجهد على الملف زائد فرق الجهد على المقاومة زائد فرق الجهد على المكثف ده بيساوي مصدر الجهد اللي هو بتاع البطارية او بتاع المصدر الخارجي. يبقى بالتالي اقدر اقول ان فرق الجهد على الملف اللي هو عبارة عن L في دلتا I على دلتا تي زائد فرق الجهد على المقاومة اللي هو حاصل ضرب المقاومة في التيار من قانون اوم، زائد فرق الجهد على المكثف اللي هو بيتحسب من العلاقة كيو على سي، ده المفروض بيساوي مصدر الجهد المتردد الخارجي اللي هو بي اوف تي. يبقى دي المعادلة اللي بتنتج من تطبيق قانون كيرتشوف على الايه؟ على الدائرة الكهربية. فده اللي احنا اتكلمنا عنه ده شباب، اسمه قانون ايه؟ قانون كيرتشوف، المجموع الجبري لفروق الجهد على اي مسار مغلق في دايره كهربيه يساوي صفر، وتطبيقه بيكون بهذا الشكل. المعادله التفاضليه اللي قدامنا دي يا شباب هلاحظ فيها ان المتغير المستقل هنا هو الزمن، اما المتغير التابع هو عباره عن التيار والشحنه، يبقى عندي اتنين متغير تابع، وده بيصعب المعادله شويه. فعلشان نسهل هذه المعادله، بدل ما فيها اتنين متغير تابع عايز متغير تابع واحد. طب ايه العلاقة ما بين الاي والكيو؟ سهلة، ان الاي اللي هو التيار بيساوي دلتا كيو على دلتا ايه؟ على دلتا تي. يبقى ادي العلاقة ما بين الكيو والاي، وبالتالي اقدر اشيل الاي واحط دلتا كيو على دلتا تي، او كمان اقدر اشيل الدلتا اي على دلتا تي واحط مكانها ايه؟ الاي تساوي دلتا كيو على دلتا تي. يبقى لو فضلنا المعادلة دي مرة تانية تديني دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع. يبقى بالتالي اقدر احول المعادلة كلها بدلالة الكيو فقط. يبقى هيبقى عندي ال مضروبة في دلتا اي على دلتا تي اللي هي عبارة عن دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع، زائد ار مضروبة في الاي، والاي ده هو عبارة عن دلتا كيو على دلتا تي، زائد الكيو على سي، وده بيساوي مصدر الجهد الخارجي اللي هو V of T. المعادلة التفاضلية اللي طلعت عندنا دي يا شباب تشبه بنسبة 100% المعادلة اللي احنا حصلنا عليها في الفورسد فايبريشن. تعال افكرك كده بالفورسد فايبريشن، كانت المعادلة عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن M في دلتا 2X على دلتا T تربيع، زائد ال C في الدلتا X على دلتا T، زائد الكي في الاكس
ده كان بيساوي القوة اللي بتعمل الفايبريشن اف اوف تي. فالمعادلتين دول يا شباب متطابقين، متطابقين بالظبط. ركز كده بص معايا، ادي ال ال يقابلها الام، دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع يقابلها دلتا 2 اكس على دلتا تي تربيع، الار يقابلها الدامبنج كوفيشنت، دلتا كيو على دلتا تي يقابلها دلتا اكس على دلتا تي، الكي يقابلها 1 على سي، والكيو يقابلها الاكس، والفي اوف تي يقابلها الاف اوف تي. يبقى المعادله دي بالظبط متطابقه مع المعادله التفاضليه اللي حصلنا عليها من السيستم اللي هو اسمه فورسد فايبريشن. وبالتالي الحل بتاع هذه المعادله هتلاقيه يشبه بالظبط للحل بتاع الفورسد ايه؟ الفورسد فايبريشن. تعال بقى ناخد مثال على هذا الكلام ونشوف ازاي نعمل التشيك بتاع الحل بتاعنا. المثال اللي معانا يا شباب بيقول find the differential equation that describes the following electric circuit. توجد المعادلة التفاضلية اللي بتوصف هذه الدايرة الكهربية and check، وبعدين اعمل check whether the given solution، الحل المعطى اللي انا هديهولك is correct or not. عاوزين نعمل check اذا كان الحل المعطى ده صح ولا خطأ. طيب شوف بقى مع بعض كده الدايرة الكهربية المعطاة، الدايرة الكهربية برضو فيها مصدر للجهد المتردد، وبعدين مفتاح، وبعدين ملف، وبعدين مقاومة، وبعدين مكثف، ونرجع تاني نقفل الدايرة. الملف بتاعنا عبارة عن نص هنري، والمقاومة بتاعتنا عبارة عن 6 أوم، والمكثف بتاعنا عبارة عن 2 من 100 فاراد، ومصدر الجهد المتردد يا شباب بيساوي 24 ساين 10 تي. ادي مصدر الجهد ايه؟ المتردد. عايزين نوجد المعادلة التفاضلية اللي بتوصف هذه الدايرة. ما هي المعادلة التفاضلية اللي توصف هذه الدايرة؟ تعال نستنتج كده مع بعض ونطبق قانون كيرتشوف، صح كده؟ يبقى قانون كيرتشوف هيقول ايه؟ هيقول ان فرق الجهد على الملف اللي هو نص في دلتا اي على دلتا تي، زائد فرق الجهد على المقاومه اللي هو 6 في اي، زائد فرق الجهد على المكثف اللي هي كيو مقسومه على 2 من 100، هتساوي الفي اوف تي اللي هي 24 ساين 10 تي. ادي الايه؟ قانون كيرتشوف. عايزين نحوله بدل اي وتي نخليها كلها اي وكيو، نخليها كلها بدلاله ايه؟ بدلالة الكيو. يبقى اذا النص بدل دلتا اي على دلتا تي هحط دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع، ده اللي احنا لسه عاملينه، زائد 6 بدل الاي هنحط دلتا كيو على دلتا تي، تمام كده؟ وال 2 من 100 بدل ما هي في المقام 1 على 2 من 100 هيديني 50 مضروبه في الكيو، ده بيساوي 24 في ساين 10 تي. يبقى ادي يا شباب المعادله التفاضلية اللي ممكن نستخدمها في إيجاد هذا الحل. يبقى كده شباب احنا أوجدنا المعادلة التفاضلية اللي بتوصف السيستم بتاعي. يبقى أنا أقدر ببساطة أقول إن كده المطلوب الأول من المسألة خلاص تم إيه؟ تم إنجازه. المطلوب الثاني بقى من المسألة بيقول لي تشيك whether the given solution is correct or not. فين بقى الحل المعطى ده؟ يبقى أنا المفروض هديك حل هنا وهتعمل تشيك إذا كان الحل ده صحيح ولا غير صحيح. أدي الحل أهو. بيقول لي ان كيو بتساوي اي اس سالب 6 تي في اي كوزاين 8 تي زائد بي ساين 8 تي ناقص 2 على 5 كوزاين 10 تي. طيب يبقى دلوقتي عشان نثبت ان هذا الحل صحيح ولا خطا، يعني عشان نعمل هذا التشيك، فاحنا المفروض يا شباب نشتغل زي ما اشتغلنا في الايه؟ في التطبيقات السابقه. فطبعا يا شباب المعادلة التفاضلية زي ما هي قدامك اهي، فيها كيو وفيها دلتا كيو على دلتا تي وفيها دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع. يبقى بالتالي علشان اشوف الحل ده صح ولا غلط محتاج اجيب دلتا كيو على دلتا تي
ومحتاج اجيب دلتا 2 كيو على دلتا تي تربيع واعوض بيهم في المعادله التفاضليه واجمع واشوف الناتج هيساوي 24 ساين 10 تي ولا لا. لو كان الناتج يساوي 24 ساين 10 تي يبقى الحل ده صحيح ويحقق المعادله التفاضليه. لو كان الناتج اي قيمه مختلفه عن كده يبقى الحل ده خطا لانه لا يحقق المعادله الايه التفاضليه. خلاص كده يبقى اذا التشيك ده شباب التشيك بتاع الحل ده الجزء اللي احنا اتفقنا ان انت هتعمله هوم وورك، والهوم وورك ده هتسلمه ان شاء الله في السكشن، وهي ما تتاخرش عن السكشن اللي بعد المحاضره مباشره. يبقى ده بالنسبه للايه تطبيق رقم 5. وكده احنا خدنا شباب 5 تطبيقات، بدانا من الفايبريتنج سبرينج والاوسيليتنج بندولم والدامبت فايبريشن والفورسد فايبريشن، وختمنا بالالكتريك سيركت. دلوقتي بقى يا شباب هنبدا مع بعض في بدايه ما نتعرف ازاي اوجدنا هذه الحلول. فقبل ما اقول لك ازاي اوجدنا هذه الحلول محتاجين من الرياضيات موضوعين مهمين خالص هنستعملهم واحنا بنوجد هذه الحلول. اول موضوع من الموضوعات اللي احنا هنحتاجها هو عباره عن السوليوشن بتاع الايه المعادله التربيعيه، السوليوشن بتاع المعادله التربيعيه. فلو كان عندي معادله وليكن مثلا على سبيل المثال اكس تربيع زائد 3 زائد 4 مثلا، خلينا نقول زائد 4 اكس زائد 3 ده بيساوي 0. فإذا قلت لك حل المعادلة التربيعية دي معناها أوجد قيم x التي تحقق المعادلة. أوجد قيم x التي تحقق المعادلة دي لما أجمعهم كده يديني 0. وبقى أول طريقة بنستخدمها في حل هذه المعادلات هي التحليل. تمام كده؟ التحليل يبقى بعمل قوسين وحاصل ضرب القوسين ده يساوي 0، وبحلل الـ x تربيع إلى x و x، وبحلل الثلاثة إلى 3 و1، وده جمع يبقى الاثنين زي بعض زي اللي في النص، يبقى ده زائد وده زائد. يبقى الحالة بتاعتي دي ان اكس تساوي سالب 3 او ان اكس تساوي سالب 1، يبقى ده الحل بتاع المعادلة التربيعية ان اكس اما بسالب 3 واما بسالب 1. يبقى في الحالة دي احنا كده حلينا المعادلة التربيعية بتاعتنا دي. لكن الحقيقة التحليل لا يصلح لكل المعادلات التربيعية. يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 3 هو اللي يساوي 0، في الحاله دي هتيجي تحل المعادله دي تلاقي ان التحليل لا يصلح لحل هذه الايه المعادله. طيب نتصرف ازاي في الحاله دي؟ يبقى ناخد الطريقه رقم 2 وهي طريقه القانون العام. ايه بقى القانون العام ده؟ يبقى لو عندي معادله تربيعيه a اكس تربيع زائد b اكس زائد c تساوي 0، فان الحل بتاعي ان اكس بتساوي سالب ب زائد او ناقص الجذر التربيعي لب تربيع ناقص 4 اي سي، كل ده مقسوم على 2 اي. تمام كده؟ تعال نطبق القانون العام ده على المعادله اللي عندنا. يبقى اكس في المعادله اللي عندنا هتساوي سالب ب، يبقى سالب 5 زائد او ناقص، الزائد هتديني القيمه الاولى والناقص هتديني القيمه الثانيه. الجذر التربيعي لـ b تربيع يبقى 5 في 5 في 25 ناقص 4 ac، 4 في 1 في 3 يبقى ايه 12، كله ده مقسوم على 2a، 2 في 1 يبقى هتديني كده، يبقى ده سالب 5 زائد او ناقص الجذر التربيعي 25 ناقص 12 يبقى 13 على الاثنين. يبقى اذا الجذر الاول ان x بتساوي سالب 5 زائد جذر 13 على الاثنين، وان الجذر الثاني اكس بتساوي سالب 5 سالب جذر 13 على ايه؟ على الاثنين. يبقى ده اللي احنا بنسميه القانون العام. يبقى اول موضوع كده شباب من الموضوعات اللي انا محتاجها عشان احل المعادله التفاضليه اني اعرف ازاي احل المعادله التربيعيه. ودايما حل المعادله التربيعيه بيطلع قيمتين للاكس، قيمه تحقق المعادلة والقيمة الثانية برضه تحقق الايه؟ المعادلة. ممكن أحل المسألة بالتحليل لكن مش دايما التحليل بينفع لحل المسألة، وبالتالي لازم أبقى فاهم القانون العام وأقدر إن أنا أستخدمه وأطلع منه قيم إكس التي تحقق ايه؟ التي تحقق المعادلة اللي عندي. طيب كلام جميل. طيب دلوقتي تعالى ناخد مع بعض الموضوع الثاني وهو مشتق برضه من الموضوع الأول. الموضوع الأول حل المعادلة التربيعية، الموضوع الثاني بقى اللي هو هينتج أثناء حل المعادلة التربيعية. إيه بقى الموضوع الثاني؟ تعالى ناخد مثال.
لو قلنا عندي اكس تربيع زائد اكس زائد 3 ده يساوي صفر، هتبص تلاقي المعادله دي لا تصلح بالتحليل. ماشي مفيش مشكله، نستخدم القانون العام. يبقى اكس بتساوي سالب بي يبقى سالب 1 زائد او ناقص الجذر التربيعي لبي تربيع يعني 1 ناقص 4ac اللي هم ال 12 على 2a يعني على 2. يبقى ده يطلع معايا سالب 1 زائد او ناقص جذر سالب 11 على 2. هنا بقى ده الموضوع الثاني اللي هيدخلني في الايه؟ في الجذر سالب 11 ده. ايه بقى جذر سالب 11؟ ده عباره عن كومبلكس نمبر، عدد تخيلي. يبقى اذا اكس هتساوي سالب 1 زائد جذر 11 اي اللي هو الايه؟ الجذر بتاع السالب 1 على 2، وكمان اكس هتساوي سالب 1 سالب جذر 11 اي على الاثنين. يبقى جذر سالب 11 دي يا شباب بخليها جذر 11 بس لازم اضربها في اي عشان ما حدش يجمعها على السالب 1، لان ما ينفعش تتجمع عليه، لان ايه؟ ما فيش جذر مباشر لعدد ايه؟ لعدد سالب. يبقى بالتالي ادي القيمتين بتوع الاكس، هكتبهم بس بطريقه منظمه شويه. يبقى سالب 1 على الاثنين زائد جذر 11 على الاثنين مضروبه في اي، وهنا اكس هتساوي سالب 1 على 2 ناقص جذر 11 على 2 مضروبه في الارض. يبقى ادي الايه؟ ادي الجذور بتاعت المعادله، وده بنسميه يا شباب كومبلكس نمبر. كومبلكس ايه؟ كومبلكس نمبر. يبقى لازم اعرف اتعامل مع الكومبلكس نمبرز، ولازم اعرف اتعامل مع المعادلات التربيعيه. تمام كده؟ يبقى ده الموضوع اللي احنا ان شاء الله هنستعمله المره الجايه في سكتنا واحنا بنحاول نوجد حلول المعادلات التفاضليه السكند اوردر. هكتفي بالقدر ده النهارده، واشوفكم المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله.